عندما نشرت فيديو طريقة تصميم اللوحات الجدارية الرقمية وطريقة الربح منها، الكثير منكم أحب هذه الفكرة وبدأ يطبقها. وعندما نشرت فيديو طريقة فتح متجر في إيتسي، أيضا الكثير منكم فتح متجر في إيتسي وبدأ مع اللوحات الجدارية الرقمية. وفي هذا الفيديو سنتعرف أكثر على اللوحة الرقمية المخصصة، وهي من أكثر الأنواع التي تحقق مبيعات جيدة جدا في موقع إيتسي. ما هي اللوحة الجدارية المخصصة؟ هي أحد أسهل الطرق لإضفاء الطابع الشخصي على ديكور المنزل، ومن بين أكثر الأمثلة توضيحا للوحة المخصصة هي هذه الأمثلة التي تشاهدونها الآن على الشاشة. هذا المثال قمت به سابقا ونشرته في متجري على إيتسي، وهذا المثال هو الذي سنعمل عليه الآن. الفيديو مليء بالمعلومات المفيدة جدا التي يرغب بها الكثير من الأشخاص المبتدئين في مجال بيع اللوحات الرقمية في إيتسي. فإذا كنت ترغب فعلا في أن تستفيد من هذه المعلومات القيمة، ضع لايك للفيديو وابقى معي كل التفاصيل بعد الانترو. السلام عليكم، معكم ياسمينة من جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي سعادة وفرح وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. إذا كنتم أول مرة تشاهدونني وتشاهدون هذه القناة، أنا ياسمينة، أشارك في قناتي تجاربي في كسب المال من مواقع مختلفة لكي تستفيدوا منها ولكي أشجعكم أيضا على البدء في العمل الحر أونلاين. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على كيفية إيجاد فكرة مربحة للوحة المخصصة، يعني سنتعرف على طريقتان لإيجاد فكرة لوحة مخصصة مربحة في إيتسي. أيضا سنتعرف على طريقة تصميم اللوحة المخصصة خطوة بخطوة باستعمال موقع كانفا دون شراء النسخة المدفوعة. النسخة المجانية ستفي بالغرض وأكثر. أيضا سنتعرف على طريقة تصميم الموكابس أو المجسمات. الكثير من المتابعين طلبوا مني طريقة تصميم الموكابس أو من أين أحصل على الموكابس لاستعمالها، صور العرض في إيتسي كيف نقوم بتصميمها وكيف نجد موكابس. سأريكم عدة طرق لإيجاد موكابس لتصميم صورة عرض أو صور عرض للمنتج يكون احترافي. أيضا في الفقرة الموالية سنتعرف على طريقة رفع اللوحة المخصصة في إيتسي. قبل أن نمر مع أول خطوة، سوف أعلن عن تعاون رائع جدا بيني وبين موقع كرياتيف فابريكا. سنقوم بحملة بإذن الله لمدة شهر على قناتي، هذه الحملة لجمع أكبر عدد ممكن من المصممين في العالم العربي للاشتراك في موقع كرياتيف فابريكا وإنشاء متجر كرياتيف فابريكا وبيع منتجاتهم وإبداعاتهم في موقع كرياتيف فابريكا. صراحة تصلني الكثير من الرسائل عبر صفحتي على الانستغرام من مصممين محترفين، يعني أنا يعني مستواي لا شيء مقارنة مع مستواهم في التصميم، بحيث يعرفون كيف يصممون باستخدام برامج الأدوبي وينشئون تصاميم رائعة واحترافية من الصفر. يراسلونني ويقولون لي سوقي لنا هذه التصاميم أو بيعي لنا هذه التصاميم والأرباح تكون بالنصف. بصراحة أنا أحزن كثيرا عندما يطلب مني هؤلاء الأشخاص أن أسوق لهم منتجاتهم، بالرغم من أنهم لديهم موهبة رائعة جدا وتوجد مواقع كثيرة، ليس فقط موقع كرياتيف فابريكا لبيع هذه التصاميم، فقط يتعلموا بعض استراتيجيات التسويق. بالنسبة لموقع كرياتيف فابريكا، هو موقع فيه الترافيك عالي جدا، لن تحتاج إلى الترويج إذا كنت مبدع حقا. أقوى بديل لموقع إيتسي لمن لم يحالفه الحظ مع موقع إيتسي لأي سبب من الأسباب. فإذا كنت مبدع وتصاميمك رائعة وتستطيع إنشاء تصاميم في غاية الروعة والإبداع، فابدأ مع كرياتيف فابريكا. وأنا أعدك بإذن الله تعالى خلال هذا الشهر، إذا بدأت بشكل قوي، فتحت متجرك في موقع كرياتيف فابريكا وبدأت تعمل بشكل جدي، سوف تحصل على مبيعات خيالية. طبعا هناك من سيقول موقع كرياتيف فابريكا غالبا ما يكون فيه اشتراك ب$1، الأرباح ستكون قليلة. بالعكس، توجد الكثير من الاستراتيجيات وتوجد الكثير من الطرق لبيع هذه المنتجات كمنتجات فردية، بحيث أي شخص يستطيع شراؤها بالشكل المباشر. يمكنك أن تلغي اشتراك ب$1، يعني توجد الكثير
من الأشياء التي ستقوم بها لزيادة الأرباح، وهذا ما سنخصصه بإذن الله أثناء هذه الحملة. هذا التعاون الذي نقوم به مع كرياتيف فابريكا هو أن نجمع أكبر عدد من المصممين في العالم العربي لفتح متجر والربح من موقع كرياتيف فابريكا، بحيث يكون الجميع رابحون، يعني الكل سيربح بإذن الله. خلال هذه الفيديوهات سأنشر لكم معلومات عن حول كيفية زيادة الأرباح، معلومات حول المنتجات الأكثر مبيعا، معلومات كثيرة سوف تستفيدون منها. فابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله سأنشر لكم أول فيديو، وهذا الفيديو هو 50 منتج أو 50 جرافيك ديزاين تستطيعون كمصممون أن تبيعون هذه المنتجات في كرياتيف فابريكا. هذا أول فيديو فقط، الفيديوهات الموالية بإذن الله ستكون أكثر تشويقا وأكثر إفادة بإذن الله. إذا كنت مهتم فقد نشرت فيديوهاني من قبل حول كرياتيف فابريكا، الأول هو كيف تفتح متجر في موقع كرياتيف فابريكا، والثاني كيف ترفع أول منتج. هذه الفيديوهات ستساعدك كثيرا كبداية، بحيث أنك ستأخذ بعض الوقت لكي يتم قبول متجرك، لكن حاول أن تفتح المتجر بالطريقة الصحيحة التي شرحتها في الفيديو. سأترك لكم رابط هذه الفيديوهات في صندوق الوصف. طبعا حتى موضوعنا لليوم، حتى هذه اللوحات التي نتعلم كيف نصممها في هذا الفيديو، أيضا تستطيع أن تبيعها في موقع كرياتيف فابريكا إذا كنت مصمم محترف. لا تترك الآخرين يلعبون بموهبتك أو تطلب من الآخرين أن يسوقوا موهبتك، حاول أن تجد طرق أن تربح بنفسك، يعني أنت من سيقوم بكل المجهود وتعطي نصف أرباحك لشخص آخر، يعني هذا غير معقول. أعتذر جدا لأنني أطلت هذه المقدمة، لكن ليست مقدمة وإنما عرض رائع جدا بصراحة لمن يرغب في أن يستفيد وأن يحقق دخل سلبي من موقع كرياتيف فابريكا. لن أطيل عليكم أكثر، لنمر إلى أول خطوة، وهو كيف نجد فكرة لوحة مخصصة مربحة. سأريكم طريقتين، الأولى عن طريق إيتسي مباشرة، والثانية باستعمال أداة. أول طريقة مجانية تماما، وهي أن تكتب في مربع البحث في إيتسي الكلمة المفتاحية، ثم تختار من بين النتائج الظاهرة أكثر 3 نتائج عليها تقييمات كبيرة، تأخذ فكرة حول التصميم، ثم تنسخ العناوين وتضعها في ملف وتختار منها كلمات مفتاحية، وتنشئ عنوان خاص بك باستعمال كلمات مفتاحية من قوائم مختلفة، لكن شرط أن تكون الكلمة المفتاحية مناسبة. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق أداة، هذه الأداة مدفوعة ليست مجانية، لكن سأريكم الطريقة التي أستعملها في حالة أردتم تجربة الأداة. يمكنكم تجربة الأداة لمدة 3 أيام مجانا، ستجدون رابط الأداة في صندوق الوصف. بعد التسجيل في الموقع ستقومون بتثبيت إضافة سيل ساموراي على متصفح الكروم، وعند فتح موقع إيتسي ستعمل بشكل تلقائي. لاحظوا هنا مثلا عند البحث عن كلمة Custom Wall Art Digital تعطينا الأداة اقتراحات كلمات مفتاحية كثيرة. طبعا هذه ليست كل الكلمات المفتاحية في نفس المجال، ستجد كلمات مفتاحية مختلفة تماما أو في مجالات مختلفة أخرى. ما يهمنا هنا وهو هذه النتائج التي تظهر في الجانب، فبجانب كل كلمة مفتاحية تظهر لنا نسبة البحث الشهرية في إيتسي على هذه الكلمة، وأيضا نسبة المنافسة. نحن سنختار أكثر كلمة مفتاحية عليها منافسة قليلة ونسبة بحث عالية، ثم سنصمم لوحة رقمية مخصصة في هذا النيج. لدينا هنا Calligraphy Wall Art Custom و Calligraphy Custom Wall Art. من الأفضل عدم اختيار الكلمات المفتاحية التي المنافسة عليها كبيرة جدا، لأنه لن تظهر في نتائج الأولى، وبالتالي لن تحصل على مبيعات جيدة. النيش الذي وجدناه هو نيش Calligraphy Custom Wall Art. لتصميم هذه اللوحة سنحتاج إلى خط كاليغرافي مميز. ندخل إلى موقع كرياتيف فابريكا ونكتب في مربع البحث كاليغرافي فونتس. لاحظوا العديد من الخطوط الجميلة والرائعة ستظهر في النتائج. سأختار إحدى الخطوط لكي أنشئ بها لوحة اليوم. سأقوم بتحميل هذه الحزمة بالكامل وأختار منها الخطوط المناسبة للوحتي المخصصة. سأقوم بتحميلها مباشرة لأن لدي اشتراك شهري. بالنسبة لمن يرغب بشراء الحزمة فقط دون اشتراك، فصاحب هذه الحزمة وضع لها عرض رائع جدا بالكامل وهو $5 فقط.
بعد تحميل الخطوط ندخل إلى موقع كانفا ونختار مقاس من مقاسات اللوحات الرقمية المتعارف عليها. لمعرفة تفاصيل أكثر حول المقاسات وكيفية اختيار المقاسات المناسبة للوحات الرقمية، أنصحكم بالرجوع إلى فيديو كيف تربح المال عن طريق بيع اللوحات الرقمية، شرحت كل شيء عن المقاسات، كما أنني أدرجت رابط لتحميل العرض بالكامل وفيه كل المقاسات التي ستحتاج إليها لتصميم اللوحات الرقمية وبيعها في إيتسي أو كريتيف فابريكا أو أي موقع تريد. سأختار 2 × 3 راشيو وأختار منه أكبر مقاس وهو 20×30 إنش. وضحت لكم في الفيديو أيضا لماذا نختار أكبر مقاس لتصميم. أنصحكم بمشاهدة الفيديو لأن فيه معلومات كثيرة مهمة جدا حول مجال اللوحات الرقمية يجب أن تعرفوها إذا أردتم الاشتغال في هذا المجال. نضغط على Create a Design ثم نختار وحدة القياس الإنش ونكتب 20×30 إنش. قبل البدء في تصميم اللوحة، أول شيء سنقوم به هو رفع الخطوط التي قمنا بتحميلها سابقا من Creative Fabrica إلى Canva. كيف ذلك؟ نضغط على Text ونختار عنوان ثم نضغط على هذا المربع فوق في مكان الخطوط وننزل إلى الأسفل ونضغط على Upload Font. حزمة الخطوط التي قمت بتحميلها كل خط موجود في ملف، فلكي أوفر الوقت وأقوم بتحميل كل الخطوط دفعة واحدة أضغط على مربع البحث وأكتب صيغة الخطوط، عادة تكون OTF أو TTF، سأكتب OTF ثم أضغط على بحث. جيد، ظهرت كل الخطوط، سأحدد كل الخطوط ثم أضغط على أوفغير أو أوبن إذا كان حاسوبكم باللغة الإنجليزية. طبعا لا يمكن تحميل أكثر من 20 خط دفعة واحدة، حسنا سأكرر العملية وأضيف فقط 20 خط أو أقل لأن الحزمة فيها أكثر من 20 خط. الخطوة التالية وهي سأغير النص إلى مثلا سأكتب Added your favorite inspirational saying ثم سأبحث في الخطوط التي رفعتها عن خط مناسب. جيد، أعتقد هذا الخط سيكون جميل جدا ومناسب للوحة. الخطوة التالية وهي عمل ستايلات مختلفة أو أشكال مختلفة للوحة بحيث أسمح للمشتري اختيار ستايل الذي يعجبه أكثر. يمكن تغيير لون الخلفية أو تغيير لون الاقتباس أو إضافة عنصر جمالي معين كبراش مثلا. أين نجد عناصر التصميم في كانفا؟ سنجدها في Element، نضغط على Element ثم نكتب أي شيء نبحث عنه وستظهر لنا خيارات كثيرة. سأكتب مثلا Brush وأختار Brush مناسبة. الآن بعد أن جربت ستايلات مختلفة قررت أن أترك هذه الستايلات الثلاثة. إذا كنت تصمم هذه اللوحة فيها أصلا اقتباس أو affirmation معين وتريد بيعها كديجيتال في إيتسي، فيكفي أن تضغط على Share و Download ثم تختار الصيغة التي تريد رفعه بها PDF أو JPEG أو الاثنين معا، ثم نضغط على Resize ونكتب المقاس الآخر في Ratio الآخر أو نسبة عرض مختلفة ونحفظه أيضا بصيغة PDF أو JPEG في هذا المقاس وهكذا. لكن نحن نريد اليوم أن نبيع منتج مخصص، لوحة رقمية مخصصة، لن أبيعه إلا بعد أن يعطيني المشتري معلومات مخصصة لأكتبها في اللوحة، اقتباس يريده هو أن تكون في هذه اللوحة. الآن بعد أن جهزنا المنتج سنقوم بحفظه في ملف في كانفا حتى نعود إليه بسهولة أثناء الحصول على طلب للتعديل عليه. الخطوة التالية وهي تصميم الموكابس أو المجسمات أو صور العرض، فانتبهوا معي لهذه الفقرة لأن الكثير من التعليقات وصلتني حول كيفية تصميم صور العرض أو كيفية اختيار المجسمات أو من أين أعثر على موكابس لأضعها في صور العرض.
إذا وصلتم هنا وأعجبكم الشرح واستفدتم منه فلا تنسوا اللايك حتى يصل الفيديو لكل المهتمين ويستفيدوا منه أيضا. نضغط على فايل Create New Design ثم نكتب في المقاسات 2000 في 2000 بيكسل. هذا هو مقاس صور العرض في إيتسي بحيث تكون على شكل مربع. هناك طريقتان لإيجاد الموكابس. الطريقة الأولى وهي البحث في Element في كانفا. إذا كنت تستعمل كانفا برو ستجد خيارات كثيرة جدا يمكنك استخدامها. سأختار من بين هذه الخيارات المناسبة. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق مواقع خارجية. ستجد هذه الموكابس في مواقع كرياتيف فابريكا، كرياتيف ماركت، لكن كرياتيف ماركت رخصة الاستعمال التجاري تكون غالية بعض الشيء. أما كرياتيف فابريكا فتستطيع استعمال هذه الموكابس حتى باشتراك شهري ب$1، تستطيع استعمالها أثناء الاشتراك ب$1. لكن للأسف لا يوجد مصممون كثيرون يبيعون الوول آرت أو الموكابس بصفة عامة، لذلك فهو مجال مفتوح للمصممين أيضا لكسب المال من خلاله في كرياتيف فابريكا. اكتشفت مؤخرا شاب موهوب جدا في تصميم الموكابس، خاصة الوول آرت موكابس والبوك موكابس، ويبيع هذه التصاميم مفتوحة المصدر في كرياتيف فابريكا. صراحة كنت أبحث كثيرا عن الموكابس الوول آرت وأيضا البوك موكابس بحكم عملي في KDP، فدائما احتاج موكابس للكتب للترويج للكتب او لوضعها في الاي بلس او في خاصية الاي بلس كونتنت الجديدة في امازون. فلم اكن اجد هذه الموكابس في كرياتيف فابريكا، وان وجدتها تكون جودتها رديئة او بالصيغة لا يمكن التعديل عليها. لكن هذا الشاب جزاه الله خيرا قام بانشاء موكابس كثيرة جدا للوول ارز وللكتب ايضا، وتعمق في مجال ابداعي جدا وهو دمج الوول ارت موكابس مع نمط ديكور مغربي الاصيل. الآن في إيتسي أيضا الكثير من الناس تحب شراء اللوحات الرقمية التي فيها لمسة من الفن المغربي، وهذه فكرة إبداعية رائعة جدا. أنا واثقة أن حساب هذا الأخ الرائع في كرياتيف فابريكا سينمو وسيحقق أرباح رائعة بإذن الله. سأترك لكم حساب رامي في صندوق الوصف أيضا إذا أردتم استعمال الموكابس الرائعة من متجره. بما أنني أستعمل كانفا فلا يمكنني التعديل على الصيغ البي سي دي، لكن إن كنت تستعمل فوتوشوب فستكون الصور احترافية أكثر. أنا سأختار صورتان فقط وأضيفها إلى باقي الصور التي اخترتها، ثم سأرفح أيضا التصاميم التي صممتها. طبعا للحصول على جودة الموكب ستكون جيدة باستعمال كانفا، من الأفضل تحميل التصاميم بصيغ PNG مع إزالة الخلفية. لاحظوا هنا عندما أضيف التصميم إلى الموكب يبدو بشكل جيد جدا وكأنه حقيقي، فإذا استعملت التصاميم بخلفية بيضاء سيكون تصميم رديء بعض الشيء. الخلفية البيضاء تكون لون يكون لون ساطع قليلا فلا يظهر بشكل جيد. من الأفضل تقريب الصورة لكي ترى جيدا الحدود وتقوم بتعديل التصميم بحيث يكون تصميم في وسط الصورة وبعيد عن الهوامش، لأنه عندما تكون الصورة بعيدة حتى لو كان هناك خطأ في الصورة فلن تستطيع رؤيته. لكن إذا رفعت الصورة كما هي في إيتسي فإيتسي لديه طريقة لتكبير الصورة حيث يتسنى المشتري رؤية كل التفاصيل بدقة فسيظهر له عيب في الصورة وقد لا يشتري المنتج. فمن الأفضل دائما تقريب الصورة بشكل كبير وتعديل التصميم بحيث يكون في وسط الفريم تماما. آخر صورة مهمة جدا وهي صورة نضيفها فيها الثلاث ستايلات أو ثلاث موديلات، ونضع تحت كل تصميم رقم ستايل. فعندما يتم شراء المنتج سيكتب المشتري نوع ستايل الذي يريده مع الاقتباس وبعض التفاصيل الأخرى التي سنتعرف عليها أثناء رفع المنتج في إيتسي. بعد الانتهاء من تصميم الموكابس نقوم بتحميلها بصيغة الجي بيج أو PNG، ثم نذهب إلى إيتسي ونضغط على ليستينج ثم نيو ليستينج ونرفع الصور. أول شيء الصور تأخذ بعض الوقت للتحميل، ننزل إلى الأسفل ونكتب العنوان.
الآن ركزوا معي في العنوان، لأن العنوان في إيتسي ليس شرط أن يكون جمل تشرح المنتج كما في KDP، وإنما تستعمل كلمات مفتاحية. يستحسن أن تكون طويلة، لأن الكلمة المفتاحية كلما كانت طويلة كلما قلت المنافسة عليها. أما إذا استعملت الأداة فاختيار الكلمات أسهل، لأنك سترى نسبة البحث والمنافسة وستختار الكلمات التي عليها منافسة قليلة والطلب عالي. وأنا الآن وضعت العنوان باختيار الكلمات التي وجدتها مربحة أكثر في أداة سل ساموراي. لنمر إلى باقي التفاصيل. How made it? I did. What is it? A finished product. When did you made it? 2020 و2022. كاتيجوري نختار Digital Brands. Primary Secondary Color سنختار لونان رائجان في المنتج، سأختار الأزرق والبينك. أما هنا فسنتركه كما هو لأنه ليس لدينا مقاسات محددة. Vertical Unframed Occasion Holiday أيضا سأتركهما فارغة لأن اللوحة ليست من أجل مناسبة أو موسم معين. الروم سنختار المكان الذي تناسب وضع اللوحة فيه. بالنسبة لهذه اللوحة تناسب غرف النوم، غرف المعيشة والمكتب، إذن سأختار Bedroom, Living Room, Office. هنا سأختار Humorous Saying, Inspirational Saying, Phrase and Saying، يعني كلها عبارة عن مقولات وأقوال واقتباسات وهكذا. التجديد سأختار أو Renewal، من الأفضل اختيار Manual. Digital، من الأفضل في بداية الوصف تكتب العنوان أو كلمات مفتاحية كثيرة حتى يتم العثور على قوائم من خلال جوجل سيرش. وباقي التفاصيل معلومات حول المنتج، طريقة الطلب وتفاصيل المنتج. أنا كتبت في البداية كررت نفس الكلمات المفتاحية الموجودة في العنوان، ثم كيف تطلب المنتج How to order، ثم المقاسات الموجودة مع ترك رسالة صغيرة للمشتري في حالة أراد مقاس آخر أو صيغ أخرى من غير الصيغة التي سنرفع بها الملف. Return policy أيضا يجب أن تكون. How to print it، هذه اختيارية، يعني يمكنك أن توضح للأشخاص الذين يشترونها أول مرة كيف يمكنهم طباعتها، ستعطيهم أفكار كيف يمكنهم طباعة الوول أرت. أخيرا Terms of Use أو شروط الاستعمال، يجب تحديد ما إن كان هذا المنتج سيكون منتج صالح لإعادة الاستعمال التجاري. هل تريد هذا المنتج أن يأخذه غيرك ويبيعه كما هو، أم تريده فقط للاستعمال الشخصي؟ يجب توضيح هذه الأشياء هنا في الوصف أيضا. هذه هي أهم التفاصيل التي يجب أن تكون في وصف المنتج. Section، سأنشئ قسم جديد بما أنه ليس لدي قسم خاص بالكاستم والأرت، سأسميه كاليغرافي كاستم والأرت. بالنسبة للتاجز فحاولوا قدر المستطاع أن تملأوا كل التاجز المتاحة، التاجات المتاحة. لديك مساحة لكتابة 13 كلمة مفتاحية، ولكن الكلمات يجب أن تكون قصيرة. في ماتيريال، بما أنه منتج إلكتروني أو منتج رقمي، سنكتب مثلا JPEG, PDF, Digital Download, Instant Download وهكذا، أو اتركها فارغة فلا مشكلة. السعر سنكتب $5 والكمية 100، يمكن التجديد. والآن أهم جزء في عملية الرفع كلها. الفرق الوحيد بين رفع منتج متخصص ومنتج رقمي جاهز للتحميل هو personalization، يجب تفعيلها. ملاحظة مهمة يجب أن تعرفوها، وهو أنه حتى أثناء رفع منتج رقمي جاهز يمكنكم رفع المنتج وأيضا تخصيص أو تفعيل خاصية personalization حتى يتسنى للمشتري اختيار اقتباس آخر، يعني يمكنه شراء هذه اللوحة واستعمالها، ويمكنه طلب تغيير في اللوحة أو تغيير في ألوانها أو تغيير في الخط وغير ذلك. فأيضا تستطيع نشر منتج رقمي جاهز ومع تفعيل خاصية البيرسوناليزيشن. في هذه الحالة ليس لدينا منتج جاهز، لكن ضروري جدا رفع ملف. ما هو الملف الذي سنرفعه؟ سنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل. الآن سنملأ صندوق التعليمات ونكتب التعليمات التي نريد من المشتري أن يقوم بها لكي نرسل له المنتج كما يريد. أنا كتبت هنا Added your personalization. Tip the following information in the personalization box. The style you want، ما هو style الذي تريده. Your custom quote، يعني ما هو الاقتباس الذي تريده. Size
of digital prints المقاس الذي تريده في اللوحة، وأخيرا your email address أو البريد الإلكتروني، ثم the final digital file will be sent via email، يعني المنتج النهائي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني. والآن الخطوة الأخيرة، يجب رفع ملف. هنا مادام ليس لدينا منتج نهائي، فماذا سنرفع؟ سنجهز ملف فيه التعليمات للمشتري. كنت قد جهزت ملف سابقا وهو نفسه، وضعته كصورة عرض في آخر الصور. سأقوم بتحميله بصيغة PDF ثم أرفعه هنا. جيد، والآن قبل النشر سنعود إلى الصور وسنقوم بتعديلها بحيث نختار أجمل الصورة، نضعها كصورة عرض أو كثامبنيل، ثم من هنا سنستطيع تعديل وإعادة تعديل الصورة، تصغيرها أو تقريبها وهكذا. ثم نعدل باقي الصور بحيث الصور التي فيها تعليمات متجر نضعها في الأخير. جيد، بعد التأكد من جميع المعلومات نضغط على Publish. رائع جدا. إذن هذا هو المنتج كما تلاحظون، هكذا سيبدو في إيتسي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات الموجودة في الفيديو. إذا كان لديكم أي استفسارات أو أسئلة أخرى، فقط اتركوها لي في صندوق التعليقات. ولا تنسوا أن تبدأوا معي في عرض موقع Creative Fabrica، وادخلوا إلى مجموعات الفيسبوك لكي نتشارك تجاربنا في موقع Creative Fabrica، وانتظروا الأسبوع المقبل بإذن الله فيديو رائع جدا، وهو 50 فكرة لمنتجات يمكنك بيعها في Creative Fabrica والربح منها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تتواصلوا بأجدد الفيديوهات فور نزولها لتكونوا أول مستفيدين. ولا تنسوا أيضا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع وتعم الفائدة والكل يربح بإذن الله. ولا تنسوا أيضا أن تضعوا لايك للفيديو لكي يرتفع في اليوتيوب ويراه الأشخاص المهتمين في هذا المجال. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. كنت معكم ياسمينة، وفي أمان الله، مع السلامة.